وآل محمد. نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكري أنتما للناس باب للمراد. في الزمان المقفر، في الزمان المقفر، نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكري أنتما للناس باب للمراد. حضرة شيدها رب الأنام، وبها أوقد مصباح السلام. كعبة يسعى لها البيت الحرام، قائلا يا جنة الله ابشري، قائلا يا جنة الله لكما قبة مجد ولواء، ولها جاء من الله النداء. لك أحنى رأسه عرش السماء، فعلى نجم السماوات افخري، فعلى نجم السماوات افخري. نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكري أنتما للناس باب للمراد. في الزمان المغفر، في الزمان المغفر، قبة الهادي يقينا ما هو عقول البشر، حكمة تهدي عقول البشر. يستجير الناس في كل زمان وأمان، أنتما مما نعاني تعلمان. نرفع الشكوى إلى المنتظر، نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكري أنتما للناس باب. كل يوم ها هنا نتلو النشيد، معنا الأملاك تشدو وتعيد. وإذا نلقاكما يوم الوعيد، فاسقيانا من رحيق الكوثر، فاسقيانا من رحيق الكوثر. نحن خدام لكم لا نستكين، لا وحق السبط مقطوع الوتين. وبنا لا ينطفي جمر الأنين، أنتم باب الإله الأكبر، أنتم باب الإله الأكبر. نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكري أنتما للناس باب للمراد. في الزمان
في الزمان المقفر يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها المهدي المنتظر يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لأرواح الأموات من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات ولمن مات على الهدى والولاية والإيمان خدمت الإمامين العسكريين وخدمت الإمام الحسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.